لعنة سليمان والمهندس تلاحقهم في الغرب، يلجؤون إلى البنوك للحصول على التدفئة والطعام بدلا من النقود. اتفاقيات أبراهام مثل سفينة تايتانيك غرقت جميعها. لماذا يشعر الغرب المنافق بالصدمة من استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية في الحرب الأوكرانية؟ ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، بينما العراقيون منشغلون بقيمة الدينار العراقي وبارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهم يعرفون جيدا أن المهمة الأساسية التي تقع على عاتقهم هي أن يحرروا أرصدتهم المالية وقدرتهم الشرائية من الهيمنة الأمريكية، قبل أن نخوض في التفاصيل يجب أن نذكر بأن موضوع الدولار الأمريكي وموضوع قيمة الدولار وانخفاض سعر العملة الوطنية مرة واحدة في يوم واحد في إيران، في لبنان وفي العراق له سبب واحد ويعرفه الجميع، وهذا السبب هو الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في نفس الوقت هنالك من يزعم، من ينقل، هنالك من يتحدث عن أن أموال العراق بالمليارات، منهم من يقول 200 مليار دولار نقلت إلى إيران، فتسبب الأمر بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار باعتبار العرض والطلب، لكنهم يتجاهلون عن عمد بهذه المعلومة الخاطئة التي يعني تثير السخرية، أنه إذا بالفعل نقلت 200 أو 200 مليار دولار أمريكي من العراق إلى إيران، لماذا انخفض سعر الريال الإيراني؟ لماذا؟ وكيف يمكن تصديق مثل هذه الأكاذيب؟ والكل يعرف أن الأرصدة المالية العراقية من شراء أو من بيع النفط العراقي تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، وهذه مشكلة يجب أن نتحرك صوبها بقوة، كما ذكر سماحة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى في العراق، الإسلامي الأعلى في العراق، دعا إلى تحرير أو إلى خروج العراق من هذه الهيمنة فيما يتعلق بالأرصدة المالية. هذا هو الحل، لا تفتشون عن حلول جزئية أخرى. نعم هنالك حلول ترقيعية، هنالك حلول تساعد في دعم الاقتصاد اليومي للمواطن العراقي، لكن الحل الأساسي هو ما ذكره سماحة الشيخ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق. طيب شنو علاقة ذلك بلعنة سليمان المهندس التي تلاحق الجميع هنا في أوروبا وفي بريطانيا بشكل خاص فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية؟ العلاقة واضحة وببساطة، لا أريد أن أتحدث عن الميتافيزيقيا وعن الغيب، هذا نحن نؤمن به ونشعر به ونعرف أن للإنسان كرامة، إن كان قاسم سليماني، إن كان أبو مهدي المهندس، قبل ذلك كان الحسين عليه السلام، وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعموما للإنسان كرامة، يغضب الله عندما تنتهك كرامة هذا الإنسان. قتلوا قاسم سليماني وقتلوا أبو مهدي المهندس وقالوا إنهم يريدون أن يجعلوا العالم أكثر أمنا وأفضل مما كان عليه، فكانت النتيجة منذ 3 سنوات وهذا العالم وتحديدا الغرب يعاني ما يعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل معيشية ومن مشاكل يعني فيما يتعلق بالكورونا التي قتلت الآلاف بل الملايين من سكان العالم، واليوم الكل يشكو من أزمة اقتصادية خانقة خاصة في الغرب. تعرفون جيدا، وهذا العنوان على فكرة هذا مو عنواني، هذا عناوين صحف أمريكية عفوا وصحف غربية أيضا بريطانية تحديدا في بريطانيا، وطبعا عناوين
لبعض القنوات الفضائية أن الناس بدلا من أن يلجأوا إلى البنوك للحصول على الأموال، هم يلجؤون إلى البنوك للحصول على الدفء وعلى الطعام. تتعجب شنو القصة؟ لا القصة تعالوا شوفوا في بريطانيا، ما أضرب لكم مثال باعتبار أنا أسكن هنا، لكن في فرنسا نفس الشيء، في ألمانيا نفس الشيء، في دول غربية أخرى نفس الشيء تماما، بس وفي الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء، مع ملاحظة أن الفقر والجوع والبرد القارص يهدد حياة الكثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل يوم يتحدثون عن قتلى بسبب الفقر، بسبب الجوع، وبسبب الموت بردا بردا. فمع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر هنا في المملكة المتحدة، ظهرت ما أصبحت تعرف بالبنوك الدافئة في جميع أنحاء البلاد، حيث يلجأ إليها الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم بسبب يعني من البرد طبعا، لأن ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أيضا أسعار الطاقة، وما عندهم قدرة على سداد فواتير الكهرباء. فأمام المواطنين، أمام المواطنين هذا عنوان، خيار صعب بين تدفئة منازلهم هذا الشتاء أو وضع الطعام على المائدة. إن ظهور ما يسمى بالبنوك الدافئة، سأتحدث لكم على الدفء، أما موضوع الطعام فحدث ولا حرج. قبل أن ندشن هنا فصل الشتاء لا كان الحديث، وهذا على فكرة هم يعني من سنتين بدأ يكثر بشكل أكبر، يعني بعد جائحة كورونا، يعني بعد استشهاد القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، ظهرت تلك البنوك بشكل أوسع وكبير جدا لمساعدة الناس على أن يأكلوا، يأكلون يأكلون، يسوون أماكن وتجمعات عامة، مثل ما شلون إحنا في زيارة الأربعين وفي بعض الأماكن في الإفطار الجماعي، حسينيات، مساجد، هنا أيضا منظمات كنسية، منظمات مدنية تقوم بإطعام جماعي للناس. الآن لا بدأت تكثر قضية البنوك الدافئة، وأطلقوا حملة سموها حملة الترحيب الحار، أطلقت في بريطانيا بشكل خاص لتشجيع الناس على ترك منازلهم والذهاب إلى هذه البنوك الدافئة، يعني أماكن عامة فيها تدفئة عامة، يروحون يتدفون. يوجد أكثر من 3630 مكان، هاي يعني لحد اليوم، من هذه الأماكن، والعدد يرتفع يوما بعد آخر. هذا شيء لم نشهده من قبل في التاريخ البريطاني الحديث. توجد جمعيات الحساء، جمعيات الشوربة يسموها جمعيات الشوربة، جمعيات الحساء الخيرية في كل مكان أيضا لمساعدة المواطنين، مو فقط المتشردين أو المشردين اللي يعني ما عندهم أماكن يسكنون فيها. لا لا، بالمناسبة هنا في بريطانيا ممنوع يكون واحد متشرد لأنه أكو إله، أو مشرد لأن أكو منظمات وأكو مؤسسات حكومية تسكنهم وتوكلهم، بس ما مو كافية. بدأوا الناس العاديين في بيوتهم يهجون من البيوت، يبحثون عن البنوك الدافئة وعن بنوك الإطعام لمساعدة العائلات العادية التي تهرب من منازلهم من البرد القارص، لأنهم لا يستطيعون دفع الفواتير، فواتير الغاز والكهرباء. وهذه ظاهرة جديدة بحسب ما تقول الصحف البريطانية. تدار هذه المراكز من قبل السلطات المحلية، يعني البلديات، والجمعيات الخيرية التي فتحت للجمهور في جميع أنحاء البلاد. وتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت، يكون هذا الموقع أساساً لتعريف الناس بالأماكن حتى تندل وين تروح، للعثور على أقرب بنك دافئ إلى منازلهم، أقرب بنك من منزلهم يروح يدفون أنفسهم به. ويعتقدون هنا يعني النشطاء اللي يتحركون على هذا الموضوع اعتقاداً راسخاً أن هذه المواقع التي لم تكن موجودة قد تخفف قليلاً من الأزمة التي يعانيها الغربيون منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، بل قبل ذلك منذ استشهاد القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. طبعاً قد نشاهد في هذا الجانب شيء يعني مشرق في مسألة الجوع والاستعانة ببنوك الطعام وبنوك التدفئة، باعتبار هذا جزء من التضامن الاجتماعي، لكن من المؤكد في المملكة المتحدة وفي دول أخرى غربية نحن نرى تحالفا واسعا من منظمات المجتمع المدني
ومن منظمات كنسية أخرى تتحدث عن أخطاء الأحزاب السياسية والقادة السياسيين الذين أداروا الحكم، بل يذكرونهم في الحكومات السابقة، يقولون لهم كل ما فعلتموه بالدول الأخرى، تدخلتم في العراق، تدخلتم في أفغانستان، ولا تزالون أنتم تتدخلون في دول أخرى تنهبون أموالها، ومع ذلك نحن نعاني هنا من الفقر ومن الجوع ومن إمكانية أن نموت في منازلنا بسبب البرد. إحنا بخير، صح ولا لا؟ والحمد لله رب العالمين. ابقوا معنا. اتفاقات أبراهام مثل سفينة تايتانيك غرقت جميعها. في الحقيقة هذه استعارة مهمة جدا باعتراف مراكز الأبحاث في الكيان الصهيوني اللقيط وعدد من الصحف التي تكتب بالعبرية للمواطنين في الداخل، في داخل فلسطين المحتلة. يقولون إن هذه الاتفاقات بالفعل أصبحت مثل سفينة تايتانيك غرقت جميعها. شلون؟ يقولون بأن كان من المؤمل منذ سبتمبر أيلول 2020 عندما تم إبرام هذه الاتفاقات، طبعا أبرمت مع الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة، يعني مع مملكة البحرين وطبعا مع المغرب، عندما أبرمت هذه الاتفاقات كان من المؤمل أن تفتح الطريق أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقات. الأكثر من ذلك، كان من المؤمل وهكذا يريدون أن تعبد هذه الاتفاقات الطريق أمام المملكة العربية السعودية لكي تنضم إلى اتفاقات إبراهام. لكن المملكة العربية السعودية بسبب وضعها الداخلي، بسبب طبعا هي راعية، المملكة العربية السعودية هي راعية لهذه الاتفاقات في المنطقة على الأقل، في منطقتنا وبشكل خاص مع فيما يتعلق بمملكة البحرين، وتعرفون الدور السعودي، النفوذ السعودي الكبير والذي تجسد وترسخ أكثر وظهر إلى العيان أكثر في عملية اقتحام دوار اللؤلؤة كما تعرفون في العام 2011. قوة باسم قوة درع الجزيرة تقودها المملكة العربية السعودية اقتحمت ذلك الدوار وفعلت ما فعلت من مجازر. فالوضع الداخلي الخاص بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يعني عندما نقول هذه الدول طبعت وهذه الدول وقعت اتفاقات إبراهام بالاستعاضة، يعني المملكة العربية السعودية هي موجودة، موجودة في قلب هذه الاتفاقات. بس المملكة العربية السعودية فيها قبلة المسلمين، فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تشد إليه الرحال كما تعرفون. فشراد يراد تهيئة الأجواء حتى تعلن المملكة العربية السعودية مثل هذا التطبيع الرسمي. وأنا شخصياً لا أعتقد كثيرا أن الأمر بحاجة إلى اتفاقات رسمية. يذكرني الأمر بالعلاقة بين الكيان الصهيوني وشاه إيران المخلوع، حيث كانت توصف تلك العلاقة بأنها علاقة يعني الزواج الكاثوليكي لا يمكن أن تنفصل، بالرغم من أنه بشكل رسمي الشاه لم يكن يعترف رسميا بوجود كيان إسرائيل، لكنه افتتح
لهذا الكيان مكتب رسمي يمثل السفارة، كانت يعني مثل السفارة، بعدين تحولت إلى سفارة دولة فلسطين، أول سفارة لدولة فلسطين في العالم حتى قبل اتفاقات أوسلو، اللي سووا يعني سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. لا أول سفارة لدولة فلسطين أقيمت في إيران الجمهورية الإسلامية بعد سقوط الشاه. فأقول ليس من الضرورة بمكان أن توجد مثل هذه الاتفاقات، لكن الذي اعترف به هذا الكيان هو أن طبعا خاصة هسه حتى أذكركم بعد مع الموضوع في زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الصهيوني، انطلق من المملكة العربية السعودية بطائرة مباشرة حلقت فوق أجواء المملكة العربية السعودية وذهبت إلى الكيان الصهيوني، وهذا كان بداية تدشين التطبيع على هذا المستوى الرسمي، مستوى السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق عبر الأجواء السعودية. وهذا طبعا مؤشر خطير، هذا يعني أن الكيان الصهيوني إذا أراد أن يشن اعتداءات عسكرية على الجمهورية الإسلامية مثلا، فإنه يستطيع أن يستخدم طائرات تمر عبر الأجواء السعودية تتزود في الوقود في بالجو بطريقة ما، بالنتيجة لأنه لا يمكن أن إلا أن يقطع مسافات طويلة جدا للمرور إلى الأجواء الإيرانية ليقوم بعملياته الاعتدائية، ما لم توافق المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة منها الأردن. طبعا أقول لقد توهم الكيان الصهيوني في ظل الإدارة الأمريكية السابقة يعني عهد دونالد ترامب بأنه سيعثر بسهولة على أصدقاء جدد من العرب عندما وقع اتفاقات إبراهام مع بعض الدول، لكن وكان طبعا هو أيضا كان يأمل في تحويل هذه الاتفاقات إلى نيتو عربي، تحالف عسكري على غرار النيتو في حلف شمال الأطلسي. هذا لم يتحقق لأسباب كثيرة، نحن تحدثنا عن موضوع النيتو في حلقة سابقة، لكن هذا لم يتحقق لأنهم شاهدوا أن المجتمعات العربية برغم تطبيع الحكام ما تزال ترفض فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني. كان الغرض من اتفاقات إبراهام قتل القضية الفلسطينية نهائيا، لأنه بعد اتفاقات إبراهام كان يفترض لصفقة القرن أيضا أن يتم تدشينها. صفقة القرن يعني حل المسألة الفلسطينية، حل قضية اللاجئين نهائيا، بعد ماكو شيء اسمه لاجئين، يجيبون يسكنوهم في الأردن، يسكنوهم في العراق في المناطق الغربية، حتى هم يساهمون في يعني تغيير ديموغرافي لصالح الإقليم السني، يجيبون فلسطينيين بالتأكيد معظمهم إذا مو أغلبهم أو كلهم سنة، وطبعا في صحراء سيناء. هذا المشروع فشل، أنا لا أقول أن صفقة القرن فشلت، لكن هذا المشروع فشل. في العراق دفعنا ثمنا باهظا في إفشال هذا المشروع عندما أسقطت حكومة السيد عادل عبد المهدي، ولا نزال ندفع هذا الثمن بالتلويح، بالتهديد، بمحاولة التكرار ما يسمونها بمظاهرات تشرين، وشفتوا التلاعب بقيمة الدولار وقيمة الريال أو عفوا الدينار العراقي وقيمة الريال في إيران وقيمة الليرة في لبنان، لأنه أذكركم دائما أن أزمات المنطقة مترابطة. ما حققته اتفاقات إبراهام أنها مو بس فشلت في إيجاد نيتو عربي، وفشلت في قتل القضية الفلسطينية، لأن شفتوا أنتوا العمليات التي تتصاعد باستمرار في أرض فلسطين المحتلة، تدرون معلومات تنشرها الصحافة الإسرائيلية، تنشرها قنوات إسرائيلية يديرها في الغالب
مسؤولون أمنيون، يعني مدراء سابقون في المجلس الأمن القومي، مدراء سابقون في جهاز المخابرات، في جهاز الاستخبارات العسكري. عادة ذولي من يطلعون تقاعد أكثرهم يروحون يسوون مراكز أبحاث أو يشرفون على مركز الأبحاث المعروف المشهور اللي اسمه مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب. والغالبية أيضا تروح تشتغل في وسائل الإعلام، يعني عندهم مهم جدا موضوع الإعلام، شلون يعبؤون الناس في الداخل وفي الخارج. فأقول هؤلاء يعترفون بأن اتفاقات إبراهام فشلت في تحويل الدول العربية إلى تحالف مباشر معادي إلى إيران. وانتم شفتوا في قمة عمان الأخيرة، بغض النظر عن رأينا في أهداف الأردن، أهداف الفرنسيين، أهداف القمة السابقة التي كانت في عهد مصطفى الكاظمي فيما يسمى بقمة دول الجوار، بغض النظر عن الأهداف، نأتي عن الاستفادة من الفرص وتحويل التهديدات والأخطار إلى فرص إيجابية. لاحظنا مثلا العراق أعرب عن استعداده لاستئناف الحوار بين المملكة العربية السعودية وإيران. بعدين شفنا لا أكثر من ذلك أن العراق أيضا أعرب عن استعداده لإيجاد وساطة مع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالملف النووي، لاحظنا قبولا. لاحظنا أيضا أنه يعني الدور الذي يلعبه العراق الآن في عهد السيد محمد الشيع السوداني يشجع دولا في المنطقة وقعت على اتفاقات إبراهام على التقارب مع إيران، بالرغم من أن اتفاقات إبراهام واحدة من أهم أهدافها إيجاد منصات أمنية استخبارية عدائية للجمهورية الإسلامية. في نهاية المطاف يجب أن نقول أن إرث ما يسمى باتفاقات إبراهام أو إبراهيم، أبراهام بالعبرية، إبراهيم عليه السلام، كأنه تمرين، يعني تمرين علاقات عامة للولايات المتحدة الأمريكية، لم يحقق ما كانوا يصبون إليه، وهو كما يقول الكثيرون داخل الكيان الصهيوني، وأكرر باللغة العبرية، هذا ما ينشروه في الخارج، إنها أصبحت كسفينة تايتانيك غرقت جميعها. خلي يبقون يتجسسون، وهذا شغل قديم للموساد الإسرائيلي، يستخدم الأماكن في منطقتنا في العربية، في حتى في أربيل عندنا في العراق، وحتى في بغداد في أماكن أخرى، بالنتيجة موجودون بطرق مختلفة، عندهم جنسيات مختلفة الموساد، حتى في قطر، ولاحظنا في قطر، ونؤكد أيضا بغض النظر عن رأي البعض في مونديال قطر، لكنه على الأقل كشف للناس أن الشعوب عصية على التطبيع مع الكيان اللقيط. وابقوا معنا. لماذا يشعر الغرب المنافق بالصدمة من استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية في الحرب الأوكرانية؟ تلاحظون أحبائي في وسائل الإعلام الغربية، في التصريحات الغربية، حتى في الزيارة التي تم ترتيبها بشكل لافت لرئيس أوكرانيا، الرئيس الأوكراني إلى واشنطن، نلاحظ دائما يجري الحديث أن الطائرات الإيرانية بدون طيار هي التي تسبب هذا الفارق فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا التي تسميها روسيا بالعملية العسكرية الخاصة. ويقولون يعني هذه روسيا الدولة العظمى
المعروفة بأن قدراتها التسليحية، قدراتها على صناعة الأسلحة والطائرات والصواريخ وغير ذلك، هي الآن تستعين بإيران أو استعانت بإيران سابقا لكي تغير من الميزان، ميزان المعركة، لأن المعركة في أوكرانيا ليست بين روسيا وبين أوكرانيا، هي معركة بين روسيا وبين حلف الناتو، وطبعا على رأس حلف الناتو الولايات المتحدة الأمريكية. من نقول الغرب منافق، لأن هذا الغرب المنافق يتجاهل، يعني الولايات المتحدة وأوروبا يتجاهلون، يتحدثون عن طائرات إيرانية يقولون تستخدم بدون طيار في أوكرانيا، ويتجاهلون عن عمد بل يساعدون في إطالة هذه الحرب العبثية التي تستمر في اليمن، يتجاهلون الحديث عن الطائرات المسيرة التي يطلقها اليمنيون للردع وللرد على الاعتداءات وعلى هذه الحرب العبثية المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ويدعمه الغرب عموما، طبعا الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا يريدون يحجون على الطائرات المسيرة اليمنية يقولون إيرانية، وأنا لاحظته في الصحف الغربية وفي الصحف الإسرائيلية وصحف في دول عربية، يعني خاصة المملكة العربية السعودية التي هي تقود هذا العدوان في اليمن، يجون يعملون مقارنة بين، حتى ينتقدون، يعني يعملون مقارنة بين الطائرات الإيرانية في أوكرانيا والطائرات اللي يقولون عنها إيرانية تستخدم في اليمن، ويذكرون أمثلة عن البقيق وما بقيق وما ما ما شركة أرامكو والعمليات النوعية التي نفذتها اللجان الثورية والجيش في اليمن. من يقارنون شو يقولون؟ يقولون الغرب، هم يقولون الغرب منافق. السعودية مثلا تقول الغرب، صحفها الرسمية، الغرب منافق لأنه يتحدث عن هذه الطائرات في أوكرانيا ويتجاهل هذه الطائرات اللي تستخدم ضدنا، يعني ضد السعودية في من قبل اليمن، بس ما يقولون أن هذه الطائرات يستخدموها اليمنيون بغض النظر إن كانت من إيران أو من غير إيران، هي للردع، هي للردع اللي الآن تحولت إلى رعب. وما يقولون ويتجاهلون عن عمد أيضا طبعا أن يتحدثوا أن هنالك حصارا مستمرا منذ هذه الحرب التي بدأت في 2015 وحتى هذا اليوم. هو هذا الحصار، تعرفون لولا وجود الحصار، حصار بحري بري جوي على الموانئ اليمنية، على المطارات اليمنية خصوصا مطار صنعاء، هذا الحصار استمراره يعوق دون تمديد الهدنة التي أبرمت في 2 أبريل/نيسان الماضي. هم جاي يشوفون بعيونهم، هو لو ماكو حصار الوضع اختلف، لو ماكو حصار لكان مددة الهدنة ولكان أنصار الله قبلوا بتمديد الهدنة، وماكو داعي بعد هاي الروحات والجيات، وعمان تروح وعمان تجي وقطر تروح وقطر تجي، التركيز أيضا حتى على الوساطة التي يقوم بها العراق للتقريب بين الإيرانيين والسعوديين حول اليمن. طيب لازم نتحدث، هذا ما يقولوا طبعا لا في الصحافة العربية ولا في الصحافة الغربية ولا حتى في الصحافة الإسرائيلية، لازم نقول إن إيران أثبتت للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، هذا مثال بسيط واضح، وهذا جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي شارك في قمة عمان بدعوة من الرئيس الفرنسي والملك الأردني، قمة عمان حول بغداد، هي قمة بغداد، قمة بغداد الثانية، مؤتمر بغداد الثاني استضافته عمان برعاية الملك الأردني ورعاية الرئيس الفرنسي، هذا جوزيف بوريل يقول التقيت هناك بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وتحدثنا عن هاي القضية اللي يقولون الطائرات، استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية في حرب أوكرانيا، ونفى لي الوزير بشدة أن إيران زودت حاليا منذ اندلاع الأزمة وحتى هذا اليوم روسيا بهذه الطائرات، لكنه قال
هنا مربط الفرس قال: نحن سلمنا هذه الطائرات إلى روسيا قبل اندلاع الحرب، وإحنا موقفنا من هذه الحرب هو الوقوف على الحياد. هذا الموقف الرسمي الإيراني على الحياد. هذا ما يحكون عنه في الصحافة الغربية وفي الصحافة العربية التي تمولها المملكة العربية السعودية، لكنهم يثيرون الضجة حول الطائرات الإيرانية ويقولون: يا أيها الغرب وتحديدا أيها الناتو، هذه الطائرات تهدد أمنكم كما تهدد أمننا في السعودية. من يزعمون أنها إيرانية اللي هي تابعة للحوثي، فهي تهدد أمنكم، وإذا تريدون الانتهاء من هذه الورطة وتخرجون من حالة الإزدواجية في المعايير والنفاق، هذا حكي حلفاء، ها حلفاء السعودية، فعليكم أن تستهدفوا إيران بأي طريقة من الطرق. أولا تبدأون بتشديد العقوبات، هو فرض عقوبات، ثانيا حتى ولو بالخيار العسكري، يريدون حرب. هسه شو يقولون؟ لا يعني مو بالضرورة الخيار العسكري هو شن الحرب. هو شو المعنى الخيار العسكري هو شن الحرب؟ وتجي حليفتهم، يجي حليفهم الكيان الصهيوني، يجي ذاك اليوم رئيس الأركان ويتحدث تهديدات جديدة بأنه نحن يجب أن نضرب في نهاية المطاف إيران في نهاية. طبعا يقول 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. بالنتيجة إسرائيل، هذا الكيان الصهيوني اللقيط، يلوح بضرب إيران. نعم إيران لا تعير أهمية كثيرة لهذه التصريحات، لكنها تقول إذا بالفعل حصل أي شيء من هذا النوع من الحماقات، سواء من الأمريكان سواء من الكيان الصهيوني، فنحن سنرد. إيران وحلفاؤها في المنطقة جاهزون مو بس للرد، لا لا، الرد سيكون كما بل أشد عنفا من هذا الرد الردعي الذي تحول إلى رعب في اليمن. لا، الولايات المتحدة تنصحوها، الغرب تنصحونه لكي يخرج من حالة هذا النفاق السياسي، يجب أن لا يكتفي بفرض عقوبات لتجويع الإيرانيين، يجب أن يوقف هذه العقوبات لتجوع الإيراني، وبعدين يقول له اطلع مظاهرات، يفرض يسوي تلاعب في قيمة الدولار في العراق، وبعدين يقول لهم طلعوا مظاهرات كما يريدون أن يفعلوا في العراق فيما يتعلق بمسألة سعر الدولار. هذا الغرب الذي المنافق الذي بدعمه للتحالف العدوان وبدعمه للمنظمات الإرهابية دمر 3 دول 4 دول عربية، ويكاد أن يدمر العراق، كاد أن يفعلها، دمر الكثير من قدراتنا العسكرية في العراق، طبعا دمر سوريا وكاد أن يسقط الدولة السورية نهائيا ويفككها، دمر لبنان وكاد أن يفعل ذلك، ودمر اليمن ويكاد أيضا أن يمزق هذه اليمن. لكن المقاومة إيران بالتحالف مع روسيا استطاعوا أن يوقفوا مثل هذه المؤامرات. وطبعا المطلوب أيضا من دول الغرب لكي يتخلص من حالة نفاقه هو القيام بإجراءات مباشرة لترك الدول هي تتحدث بينها، وهي التي تنشئ نظاما إقليميا للدفاع عن المنطقة برمتها، طبعا باستثناء الكيان اللقيط، وهي التي تنشئ تحالفات إقليمية لمكافحة الإرهاب بدون الحاجة إلى ما يسمى للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي غالبا ما تدعم الإرهاب، وهي التي قتلت القائدين شهداء النصر ورفاقهما طبعا، لأنهما قاتل الإرهاب وأنهيا أسطورة هذا الإرهاب وكسروا مجاديف ما كان يعرف بالدولة الإسلامية التي هي دولة الإرهاب، التي كانت مدعومة من هذا الغرب المنافق ومن حلفائه في المنطقة. يا مالك.